بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما هو السلام علماء ما ملك يليست يا شباب. انت كدب برنامج كيف اسال وهل ذكري اه او نوب حجري هبينك خميس يا هبينك جمعه عاو اجمعنا برنامج وحمرت النواه وسدوين شيخنا شيخ مصعب شيخ سدو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوها إن شاء الله. بسم الله. سؤال النكوات برنامج كعاو كفرنينا شيخ سألك المحلي هاي وحاجره ضد علماء الشيغانية هدنا له قفك هدو أري أهان وقلنا واقع توحيدك انت هسبس أيو كن مسلم كن غنيا كدب أيا شركي وكجره كبح لده هيا سوى مسلم أه وحين ليه نبي صلى الله عليه وسلم دعوتي سسدا بي أهي أرنك مسحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أرنت أرن صحماءها وأرن خلاف سن دعوذي رسوش الله سبحانه وتعالى وصدري رسوش الله دعوذي لغا صدري وأرن خلاف سوى معنى أرنت أه إن حروف كلية قفق وقرد واقع أفكا لا إله إلا الله أفكار دواقة وكو مسلم أيو كدبنا شركي يوحي وكو جري لبري وكبح لليه أصوى مسلمة أرين تاس أرين سحماها معنا وأرين خلاف سن دعوذي رسوش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رسوش وعوسو دري قوم شركي كو جرو والله سبحانه وتعالى أشري يليه رسول الله قوم كيسوحو قارسيني مركة توحيدك قارسيني ووحو لها كبح شركك إيقال لماذا تكون حجرتان أي الله سبحانه وتعالى عباد أخالي سيالة أو إسلام أي الله اللو قمي يرين أفكك لي لا إله إلا وقرها إذك هو شركك يني كون حجرتين إن مركا رسوش الله سبحانه وتعالى لما أنه صدري إنه لا صدري إنه يقوم كوضا قارسيان الله كلي إن لعابده شركك إيقال لماذا لو جيران لغبحه قرآن كبه أدليله سنة دي بقى مارتي أدليله. الله سبحانه وتعالى وحليه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الضاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول الله سبحانه وتعالى وحليه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول يعني ومضول برسول أيان أصدرنا وقصد أحصارنا حي ويرين مركة رسول المدي سمحو ويري قوم كي سمحو ويري أن يعبدوا الله واجتنبوا الضاغوت ولا إله إلا وتوحيد كوي أن يعبدوا الله الله إلا عابده واجتنبوا الضاغوت ضاغوتنا اللي قفوا قاعد ويحي الله قصوا هرون لعابده مركة دعوة سأيقارته ودعوة سأيقارته أي الله سبحانه وتعالى وحوليه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كي مرك الشرك يكصبحه والله سبحانه وتعالى وحوى علم جازجاري يدعو جازجارتي الله شيغي فهمي وكصبحه وإله سبحانه وتعالى هنوياه أي مسلمي مرك لا إله إلا توحيد كمرك سكون مسلمي كي كلنا ما عرفت وشرك يسي قال لمي سكون حجرنا سيدي شبو أهاني معنا وكم مسلمين وعقلوا ما أرتي أرنتاس أيضا والدليل إن أرنتا للصوت دري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أهيت الله كليه اللي عابده شركه اللي غبحه وحاول الدليل أيضا نسيطه كلام حديث كي سحيين كقصة عروري عمر بن عبسة السلامي بركو النبي صلى الله عليه وسلم أيمت وهو ويديي ادو ما حتى ويري نبي وخير صلى الله عليه وسلم اني النبي باه انا النبي ويري وحان دهو يري نبي وا مخي قال مركو وخير نبي صلى الله عليه وسلم ارسلني الله الله با سو ديري ورسول بان اه مركو وحان دهو يري وباي شيء ارسلك مخو كلا سو ديري مركو مخو كلا سو ديري نبي صلى الله عليه وسلم مركو جوابته او سيي ايا كفلن شوف هذا اسح ان ما ارقتي رسول الله كليه لا سو ديري لفظي لا إله إلا هو كريم إن ذاتك كل واقام بس وحكى لأن لقربين أردت أن أقول الجواب بحي النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي أرسلني وحي الله سبحانه وتعالى بسلة الأرحام إن لحريري ورحمك
وكسر الأوثان لنا بربري أوثان وحول بو الله سبحانه وتعالى يعني لعابديه أوثان تاس إلا بربريه الله سكدي لعابديه وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا الله سبحانه وتعالى إلا وحده لا يشرك به شيئا عندنا لو داجين أن لا شريكين إذن مركة وحوى رسولك صلى الله عليه وسلم نبي محمد تاب على صدره تاب ضدك ويري تاب ضدك ويري رسول والبنى قوم كيسي وحوق بالله بجري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله قوم كي الله عابده ما لكم من هذه من إله غيره إله كلا ولا عابده والله قصكي ملي دينه الله سبحانه وتعالى عابده كل عباده قال سيلا سيدو قالوا وحاو الدليل ما عرفتي دعوذي رسوش الله إني سنأهين لفظي كلية أرين لدها كلية إني سنأهين وقوم كودي ويريين يعني دعوذة إني شركي قاس كبحان بكي إسلامان وحاكلوا الدليل حديث كي مارت أبو سفيان وكور سنة بغر كي روم هرقلا وحو ويدي أبو سفيان وحال ويدي ماذا يأمركم محويد أمر يا محويد أمر يا أبوير يعني نبي محمد بكوري سنين وحان رويري قلت وحان رويري يقول وحليه اعبد الله الله عابدا وحده كلي ولا تشركوا به شيئا اعبد الله الله عابدا حال صعت وحده كلي والله سبحانه وتعالى إن الله قال السيلة كلي عباد كلي وحده ولا تشركوا به شيئا هل لو ذا جنين واتركوا ما يقول آباءكم كانت تيوحى بياشي الهايين وشركي قال لماذا يكون جرين كبح أرنت على مركة يهد لا إله إلا الله معناها يدي تاب لو يري وحاك له الدليلة إن لا إله إلا الله عرف آن أن لغو مسلمين رسوش اللهنا أيسا لإيمان أرنت سكلية إن إذا تجارسيان حروف أفق إلا دواقلية إن إذا دعوذة ذكلية أهين ودعوذة ذكلية الله سبحانه وتعالى كلية إن لعابده شركي إيا كفري إيا وحال ودح جيرين اللغة بحا واللغة إسلاما وحاو دليلة أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله له وشرك يقولون كل حجره أي يكون مسلم واين الله سبحانه وتعالى وحيري قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني أهل الكتاب قلوا حد كتر هذا يا أهل الكتاب أهل الكتاب تعالوا أوك علي إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة ده سمرك لا إله إلا الله وي كلمة داس مركة محي دي ديسا محي سكين سنة يساء ألا نعبد إلا الله الله إنا عبد كليس ولا نشرك به شيئا أنا وحول وذاجن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قار كينا قار كوسر ربي كليانين أريد داس مركة وحوية وتفسير لا إله إلا الله وي. لا إله إلا الله معنى هذه أيها السداسة لا إله إلا الله مركب معنيه هذه عدة أنهي لمركب هذه إتراضة حتى أفكر كذا واقمة وحبو ترميس هذا يوحترس الكتاب يوحتر له مركب حاليه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله اللهم ويعدك لأن العابدين كلي عباد الله قال سيلا ولا نشرك به شيئا أنا وحول وذا جنين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قاركين قار خلنا ربي وسكد لنين من التحليل التحريم يا الله بارك أن الراعين حرر كوذي دستور كوذي قوانين توذا أن لغو الراعين وحي أي دجيان أن لغو الراعين لغو بدلنا شريعة إلهي تا أيا أمرك معناها لا إله إلا الله تا عدي لغيها لا أيا لا إله إلا الله مرك معناها يدي فهمتي وحقي جسي معنى أمرك لا إله إلا الله سدابة سدابة ذاتك لو شيء لو فسري وين الجرم نيجي المرك؟ هو حكوا جواب جرين قوامك حكوا جواب جرين حيله جرين أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا موحد نولت من الله إننا عابدنا كلي أنكتقنا وح أبيال العابدين مرك إن لقيت جاي وح أبيال العابدين الله نعباد الله خالص يلا إن دعوة الرسل قوامك هذه بجواب إبحيان لقى فهمين معنا sidoo kale in arintu aysan ahayn kaliya
لا إله إلا الله أفك كلية اللي جي جيره هذا أن لوبت بادئين ودعوة الرسل أي أهيد إن الله سبحانه وتعالى كل عبادة لو خالصية له لو برحتره وحاق لو أدري لما أردت أيضا إن معناها الدعوة دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيسان أهين أفك كليه لا إله إلا الله الله ورطا واقه كليه إن إيسان أهين وإنت كليه عن لقو مسلمين أهيد نبي صلى الله عليه وسلم دعوة دي للصوت دري إن شركي إيقال لماذا القجري دينتي شركي أهيد ودتك كجرين إني كبحان ويدين عصب صوغلان ويكسو إسلامان أردتها أيضا وحي أبيال يكسو قارين وشركي إيقال لماذا يأها وحاق الدليلة نبي صلى الله عليه وسلم مركي أي قراش أدركس أي مادين أبو طالب نبي أي كدعوين ويرادين ويل كذا ما أركتي وهو عين يا ما أركت آل هذا نبو عين يا أبياشين بو قال لما قلت الماما يا إن هوينتي إي ما أركتي إي نكا يوكالقين يا وحياه بضم بيشيغان معنا وويير مركة أبو طالب نبي وويير رتا بالقورهم بوير معنا قوم كاذي سلام بيليه معنا نبي صلى الله عليه وسلم وحيري وحان كربا ويري إني يرهدان كلمة معنا كلمة إني يرهدان وحيري أن كلمة ديتا طوان بان لنا معنا وامح كلمة نبي صلى الله عليه وسلم مركو حيري وحان كربا ويري لا إله إلا الله أيان كربا ويري وويري هل قابل أفرس مركة هذه مركة أرنتو أي تهي لا إله إلا الله كلمة أو أفكال لغي جرى هذا كلية قوم كان وفدي كان ويمادين ونبي قادير كيسي نبي كدعوون يان دعوذي سي وقت كي سوايين أرنتو حي كل ما الله هيد به ما كلمة باها سيدي هاتو لهن كلمة ما رديتها توم بقنا هنا نوشك إني أفكال كي جرى هذا هل قاسن لوكا لطول لوكا لبدبادو أي نقول له هيد وحي لان كلمة ما هي توم بقنا لنا إيوام حي مركو يري لا إله إلا الله مركو يري وهو تي ويري توحيد ويري أهيد ويستاغين أيغو أرقق حسن بيستاغين محير هذا المركب وحير هذا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما آلهة دي يوطن أيها الإله كصور ربي بل أفرس سيدي أفهمين إن لا إله إلا الله أي تهي آلهة أي عابدين الله كصور شركي قال لماذا كجران إن لقب حي و الله سبحانه وتعالى عبادي سلوه خالص يلي إلي تدعوذ النبي محمد لي بيت سيدي أفهمين ويقول له وايد ويقول له قدر يلين تابع الدليل وايد أنا معناه ويقدر يلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب إليهن مركع رمحاس ما عرفت أي دليل وآه إن كبضا لكن أنا ما عرفت وقت نوسى محي إن شاء الله مركع تابع الدليل وآه مركع نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال الله صدر وحي هيت شركي يقال لماذا يقوم هي كجرين إني كبحان إني كبحان وكإسلامان قال لماذا مركا بي مركا لا إله إلا الله أي وحق تريسي لهيد هذا مركاس بي مارت كم مسلميين أيغو شركي قوضي يقال لماذا قصوا بحي ويدعوذوا أي قارتي وعلمي قوو قاري ووحال لغرب أي فهنسيهين بي قصوا بحي لكن ما أهين ما أردتي سيدا ما أنت إذا كان هذا علماء شيخنا إذا تقول من يان أي قول ما أردتي لا إله إلا هو أي النبي بس تتك أمر يجري كلمة كلية كلمة كلية له هو يجري مركنيك كلمة داس رهانا واحد مسلم وسيدا سكون قنا يا شرك جيسي أسوأ كده حجرو مركز كدي باب مارك شرك لبريا مره دوب شرك كده حجرو ما هو مسلمين ما هو مسلمين شروط لوصوا على الإسلام كابوح يتهاي وحشر ذي الكوادة التوبة من الشرك شركي إن لقى التوبة كانوا لقى بحا الله عليه فإن تابوا هذا كتوبة كيران ما هي كتوبة كيران مرك شركي قال لماذا يكون جريبا كتوبة كيران أي كتوبة كيران سيدا بي علماء كفاصر عين وقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بالير مركز مركا المسلمين نقونا يان والله يهل شرد قاس التوبة من الشرك اللي يهل صلاة يزكى مركز يوح أطر عيسا صلاة يزكى وحاقه الرأيه شرك يقول لك بحا ولا اسلامه اي كهر رئيس لا اله الا الله مركه واخا وهي ومركي لغا اسلامه لغا شركي لغا بري نقضه او لغا سو اسلامه واخا وهي شركيغاس اي غالنمداس لا اله الا الله قف مركاس بي وخه تريسا واخا كلو مركه دليل واه ايدنا سدو كلي نبي صلى الله عليه وسلم هو ييري قومكيسي انو هو ييري مارته اني شركي اي غالنمدا كبخان واخا دليل نبي صلى الله عليه وسلم حكى صور الحديث حديث بدل ما قصررت حكى مدها نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري
من قال لا إله إلا الله قفك لا إله إلا الله يراد وكفر بما يعبد من دون الله كن كفريا وحي الله كصهر لعابدي وحي الله كصهري ولعابدي حرم ماله ودمه وحسابه على الله هل كانت مركو حشرد الله ودي وكفر بما يعبد من دون الله يا شرد وحي أتاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وديس لسعنين وحي الله كصهر وكفرنا وديس لسعن أردت إذا حلق تريم يسونعنا فإن تابوا وأقاموا صلاة فإن تابوا توبة من الشرك وين من قال لا إله إلا وكفر بما يعبد من دون الله سيدنا قال حديث بدون باجرت معنا النبي وحقص نظر قال تم وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله قفك الله وحدا والله سبحانه وتعالى وحدا كن كفر يا وح الله كصهر ولا عبده ولا إله إلا هو تابوا مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويري قوم كيسة تا يعني هدعوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عد تا أنا فهم سنين مرك وعد أنا فهم سنين دعوذي النبي محمد وليمي عدي دعوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا سدى أفهم سنيننا دعوذي النبي محمد ليس قادرا ولن ميس المسلمين إلى أي مرك كفهمان دعوذي النبي محمد كان بحان شركي إيه قال لماذا يكون جران ولي أهل شركي وي مسلمين لما أهل ما نعليه كرة هذا وبالله توفيق بسم الله سؤالنا لبعض إعاوة سألك أنه حليه هاي قفك إنه إسلام الربا شروط مياجرت لك الربا إنه لي ماذا مسه كلية إنه كدواقه كلمة توحيدك أيها لك الربا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد كدواقتانك وحاكه الرأي إنه كبح وقال لماذا كجري shirkigi uu ku dhex jiray inuu ka toobad keeno ahlo shirkigana uu ka bari noqdo markaaba wuxuu tareysaa la ilaha illallah muhammadur rasuulullah markaas uu ku islaamaya ay wuxuu tareysaa hadii uu wali shirkigiisi ku dhex jiro ku dhawaaqitaan oo xuruufta ku dhawaaqo waxba u tarimayso adilladii hadda aan ka soo hadalnay ayaana daliil u ah allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa in taabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi ddin فإن تابوا عليه هذه هي كتوبة كيران وهي كتوبة كيران مر كوامح وهي كتوبة كيران شرك يقال لماذا يكجرين أي كتوبة كيران تامر كايا وهر سشروط إن لقيها لا أو الله سبحانه وتعالى أيضا سنوع ديني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم في الدين أهل الشرك يكبر النقضان وي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وإن أهل الشرك يكبر النقضان أي جاليسيان إنا براء منكم بريبا ذكرنا منكم إنك ومما تعبدون من دون الله إي واحد عابد سأل الله سكدي والله بقى أنك لهري المرك شرك إهل كيس مكة لهريان تطبق القاضي ولا ما عرفتي شركي هذه لقى بحه أهل الشركي جم حاجة جلانية إلهي ما صارن يقو ما كلفين مايا ويسكحريه إلهي بقى سكحر الله سبحانه وتعالى سكحر إلهي بقى رتاس إذا قرآن كيس إنه وعد ديو سكحر إن براء منكم أي قبل الهرم ريحتها أهل الشركي قال الهرم ري منكم وأهل الشركي ومما تعبدون من دون الله يوحد عبودي سأل الله سكري كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده مركا إن لقى عليه سيهل شركي قال لقبر النقضة شركي قضي أي قبا تايا مركا لقرب أغفك وشروضها إن لقهرا مركا بيقوط الرئيساء لا إله إلا الله من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله إنه كفر يا ويح الله كصهر العابدي شروضها سبويال وكهر رأيه لا إله إلا الله وقفت إنكم مسلم هذا وبالله التوفيق بسم الله سؤال شن حتى يعاوة سألك نحولي هاي قفك شركك فهم إنو قال لمي هاي كدمنا إسكرد أفو شركك إنت اسمكو فلانت هاي إنو كو أهادو مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد qofka shirkiga inuu fahmo inuu gaalnimay shirkigaas inta kaliya fahmidu uu fahmay
oo sidaas iska ahaanayo qofkaasi muslim kuma sii noqonayo ee waxa la rabaa fahmid uu fahminay shirkiga inuu gaalnimo yahay inuu fahmaa wixii ku dhex jiro shirkiga ahayd markaas in laga rabo inuu ka islaamayo gaalnimadaas inuu ka baxo shirkigaas uu ka toobad keeno ka bari noqdo ehlo shirkiga uu gaalaysiiyo ka bari noqdo الله سبحانه وتعالى عباد وخالص يلا أي على جرام عنا ضاغوت وكفر الله سبحانه وتعالى عليه فمن يكفر بالضاغوت ويؤمن بالله الإيمان بالله مرك إن قفقو الله رمي ومسلمون نقضة حشد الله الكفر بالضاغوت ضاغوت نويح الله قصهر الله عبدوه معنا سيدوك الله سبحانه وتعالى آيدي أن رؤسه شغنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين قفكوا إنه مرك مسلم نقضه وولالك مسلمون نقضه وحاقه الرئيس إن لجهلا التوبة من الشرك فإن تابوا وأقاموا الرئيس معنا تاوى إن لجهلا وين وإن لجهلا إنه أهل الشرك يبركية الله سبحانه وتعالى وعليه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم نبي إبراهيم قد يشعر بقصوناته إذ وقت قالوا إيرادين لقومهم قوم كوذي كو إيرادين قوم كهل شرك بأهايان نعي كو إيرادين إنا براء منكم بربان إذ كانها إذك ومما تعبدون من دون الله يوحد عبوية سأل الله سفدي وإنه قوم كي سي بريك النقضة كفر قوذ إقال لمضوض أعدايا قال سياه ويرادا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إذا كفر شرك قال لماذا تحجرتيني ذيك أفل لكم ولما تعبدون من دون الله إنه يرادا ومعنا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلهي الله كرميانه كإسلامان إنه بركة هذا أي الله هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة إرادين هؤلاء قومنا يعني أصحاب الكهف فلن يرداس قوم كوذي مركي يكبر النقنين إني الله سكوذي عابدين بي عبدين وشيغين سيدا نقبر النقنين مركا قفكو حالا غربا شركي قدوفة منه قال لمية إنه كبر النقض شركي غاسك طوبت كانوا أهل الشرك كانوا ومارتي كبر النقض قال يسيو لكم دينكم ولي دين ويراهدو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلا لكم دينكم ولي دين يعني. لكم دينكم ولي دين أي دين شرك بيكو لحد جلان ولي الدين يعني دين تيدان الله يهي بريبا قلناها دين تي نوم محمد صلى الله عليه وسلم لصوت دلي والتوحيد والله كليه عباد الله خالص يلا شرك أهل كسو لقبر النقضة تاوي معنا مركا فهمت كليه شرك يبان فهم كليه قفكم مسلمكم أهانيو إلا الله جهلا أنت وقسمي يا الله جهلا ولي ماذا أهل الشركة تطبع وحير هذا المحايق قال أهل الشركة يعني تطبع لا إله إلا الله وتكرم وصوم يا وصلاة يعني صون يا صلاة يا مارة الشعائر تاسع لنبا وحكهر تبيك كهر قفك إنه مسلمه أي مارة وحاسع لنبا كدب أي إيمان يعني صلاة إيصون يي واجب قطع قفكم مسلم كأ عوقفكم مسلم يا عوقكم مسلم يا إن لجها الأمارة الشركة يي قال لي ماذي كجرينو كإسلامة كبر كبر النقطة كتوبت كنا قال لي ماذا تاو مسلم كنا قنايا معنا لا إله إلا الله مركزي وحوت ريسا لكن سواء ما أعرف أنت سليمان قفكم مسلم من قنايو صلاة نو حمة ريسو صون نو حمة ريو حج وحمة ريو أنت صلوا حوت ريمايا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا وحوي الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نبي محمد وهذا شرك لا تمال عمل كذب برايا والنبي لصد رمضان خضاب كمرك أمدي سوك صعرة عدو البو مرك شرك لا تمال ده وحبا أترميس مارك لا إله إلا الله وحبا أترميس هذه مربى النبي اللي يروي وحبا أترميس ولو أشركوا لحبد عنهم ما كانوا يعملون شرك هذا لئ ما لهين باليري أم يداس سورة العام لحبد عنهم ما كانوا يعملون وحبر الله وحي سمين ودن مرك شركي وحو برنيا توحيدكي وبرنيا معنا لا إله إلا هو لدك يدوي مركا قف كويس كمان نقون كارو إنو يهي قف مسلمة هادانا شركي كل حجيرو عرفتا إيضا مكو كل مكران قفكو معنا كمو كل مكران مر هذا شركي كل حجيرتيد
أهل الشرك قد ولا عشان يصه وهو مسلم متيد مسلم متيد مشرك باته إلى أبك إسلامته هو شرك إيه إيه الكسبة أسلطورته وبالله توفيق.